ننتقل الآن للزميل محمد الأحمري من أمام أبراج منى السكنية. عد لك مجددا محمد، ماذا لديك وماذا يمكن أن نقول في هذه اللحظات؟ نعم محمد، مساء الخير عليك وعلى متابعين قناة السعودية. محمد وكل من يتابع قناة السعودية بشكل عام، في المشاعر المقدسة المشاعر تمر بحالة من التخطيط المتقن والمحكم. هذا التخطيط لضمان سير حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة. راح نتكلم عن التخطيط وأيضا الخطط المعدة في حركة سير حجاج بيت الله الحرام وتنقلهم في المشاعر المقدسة وفي منى تحديدا، مع الأستاذ أنور طلب. الله يحييك معنا أستاذ أنور، كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. اولا طال عمرك نهنى خادم الحرمين الشريفين بعيد الاضحى المبارك، وكما نقدم له بالشكر والثناء لما بذله طال عمرك خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين، يقدم الخدمات الى حجاج بيت الله في هذا الحج الاستثنائي لعام 1442، وكذلك يقدم لجميع المسلمين ورفاهيه المواطن وبذلهم جهودا عظيمه. حقيقة لمسنا هذا الشيء في مواقع مشاعر ومناسك الحج من نقطة البداية حتى النهاية، متيسر الخطط ماشية بحسب ما هو مرسوم لها من وزارة الحج حيث تسير وتفويج الحجاج من منى إلى عرفات وبكل يسر وسهولة وأريحية وروحانية حقيقة لمسناها وشعرنا بها من حيث الراحة النفسية لما يقدم لنا من جميع رجال الأمن، رجال جميع كافة وزارات الدولة الموجودين في الميدان، نشكرهم شكرا لا حدود له حقيقة ولله الحمد. لمسنا شيء عظيم 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 للغاية. اللهم لك الحمد والشكر، شرف عظيم، شرف كبير أن نقف بين هذه الوجوه الطاهرة ونقوم بخدمتهم أيضا، هذا هو فعلا أكبر شرف. اللي يهمنا أستاذ أنور أن نتكلم عن منى اليوم، كيف تشوفون التخطيط، حركة السير، تنقل حجاج بيت الله الحرام، يعني الآلية حقيقة من لحظة وصولنا من مشعر المشعر منى بدينا برامج الجمرات وحنا بأريحية وبسلاسة وهدوء وطمأنينة وأداء المنسك على وجه راحة فوق العادة وكله راحة ولله الحمد. كل هذا طبعا من التوجيهات الدائمة من المسؤولين الميدانيين وأصحاب الحملات والمواقع ومما يدفع مما دفعنا حنا واصطفانا رب العالمين هذا الحج العظيم خدمة اي نعم نعم اكيد لا محل خدمة ضيوف الرحمن شيء عظيم. فكل اي انسان في الميدان يحاول يقدم لنا الخدمات بأريحية مطلقة وكل هذه بتوجيهات ولاة الامر لا محالة، ونشكر الجميع حقيقة على ما بذلوه بتيسير هذه الامور، والحمد لله ان الله اصطفانا بحج هذا العام. ما في الا نقول الشكر لله، شكرا لله، شكرا لله، كما نشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامين لما يبذله من جهود عظيمه لخدمه الاسلام والمسلمين، وكذلك ما يقدمه الى خدمه المواطن من رفاهيه وعزه. اللهم ارفع شانهم وان شاء الله وادم عزهم الى يوم الدين باذن الله ولله الحمد. امين. شكرا لك استاذ انور، يعطيك العافيه، شكرا لك. محمد، هذه نقدر نقول أبرز الصور والمشاعر، وحقيقة أن الصور اللي احنا نشاهدها ونرصدها في كل الاتجاهات في منى، في أبراج منى، أيضا في المخيمات منى، صور حقيقة أن نعجز عن وصفها، نعجز عن التعليق على هذه الصور، لأنها فعلا والله أكبر من الكلام. هذه الروحانية، الطمأنينة، السكينة التي نشاهدها على هذه الوجوه الطاهرة هي أكبر دليل. أعود بي الصوت والصورة.